قالوا عن اللغة العربية إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في لغة الضاد، وقالوا أيضاً إن اللغة العربية مثل العود، إذا نقرت على أحد الأوتار رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، ثم تحرك اللغة العربية في أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر موكباً من العواطف والصور. وقالوا أيضاً إن اللغة العربية ليست لها طفولة ولا شيخوخة، بل ولدت شابة فاتنة ساحرة وستبقى كذلك إلى يوم الدين. فماذا يعرف الجزائريون عن لغة الضاد في اليوم العالمي للغة العربية؟ مثلا أن لو طلبت منك إجراء مكالمة هاتفية مع صديق أو غير ذلك ولكن باللغة العربية، تقول كاش صديق، أي صديق ونتكلموا معاه عاديش. إن أراد أخذ الهاتف. ألو، السلام عليكم الأخ الهاشمي، كيف حالكم؟ هل من جديد؟ لا جديد، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. واش راك خويا؟ هل انت بخير؟ وصحتك هل بأس؟ الحمد لله. ايا كاش خبر جديد اتصل بي، يعني تما في الحاجه بالاستماع اليك. ايا صح. ماذا فعلت في الصباح؟ في الصباح ذهبت الى المدرسه ومن بعد عدنا ولينا، والآن نحن نتنزه والحال جميل. استيقظت على 12 لأنني لم أدرس اليوم، أخرجت دراجتي الجميلة، إنني أتنزه في كيطاني. ماذا ستفعل غدا؟ غدا إن شاء الله، إذا شاء الله، يعني إذا أحيانا ربي. استيقظت صباح بكر، عندي ماذا يقولون يا إنك غبي جدا. ما أغباك. أهلا يا صديقي، لماذا لم تأتي إلى المدرسة صباحا؟ لأني لم أستيقظ باكيا فذهب علي الوقت، حيث عندما أتيت فحارس المدرسة طردني. لقد كتبوك غائبا في الغيابات. نعم أعلم، التلميذ الذي يجلس معي قال لي. من الذي سوف يعبر لك الغياب؟ سأقول لأبي غد يأتي إلى المدرسة. وسط قشي حنا قشي، انا واحد من الناس كي زدت ما زدت زعما يما تكلمني باللغه الفصحى ولا بابا يكلمني، ما يمكن حنا نقراو، ما في المسيت ما تلقى شيخه تاع العربيه تكلمك بالدارجه.